السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن إن شاء الله لكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، في آخر مستجدات والأخبار والمعلومات الأولية عن الأسباب الرئيسية لإقدام ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة خطيبته وخطيبة البالغة من العمر 29 سنة واللي كان ناوي يرغب في ارتباط بها واللي صابوا بجروح متفاوتة الخطورة بعد ما طلق النار عليهم من سلاح الوظيفي ديالو. فحسب مصادر من أحد المقربين لهذا الشرطي اللي كان كيشتغل بمدينة أزمور، يعود بالأساس إلى الشعوذة وعدم توافق على هذا الزواج، خصوصا بعد الإصابة ديالو يعني بالعجز الجنسي، وأن شكوكا كثيرة كانت كتحوم حول الخطيبة ديالو. وفور قيامي بهذا الفعل ديالو وضع الحد ديالو لحياته داخل السيارة الشخصية، في حين تم نقل الزوجة والأم ديالها إلى المستشفى الإقليمي واللي مازال تحت العناية المركزة في انتظار التحقيق في النازلة وأخذ أقوال ديالهم بخصوص ردة فعل هذا الشرطي بهذا العمل الانتقامي أو الإجرامي. صراحة إخواني أخواتي، هنا لازم يعني الدولة تعديل واحد القانون جنائي وإدراس هاد الجريمة الشعوذة، سواء النساء أو الرجال. يعني حنا ولينا كنشوفوا يعني كثروا يعني أوكار الشعوذة بهذا الخصوص، يعني وضعوا واحد القانون ضمن الجرائم المعاقبة عليها، والناس دي للأسف كنشوفوا كل شيء ولا مقلوب بالشعوذة، من أطر موظفين كبار دائما كنشوفوا مساكن يعني دايرين غير في الزناقي مسطين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خليكم مع هذا الفيديو، يعني لحظة اللي تم يعني انتحار ديال هذا الضابط داخل السيارة ديالو. فما تنسوناش باللايكات ديالكم والاشتراك في القناة باش دائما توصلوا بما هو جديد. سيارة نقل الأمواج اللي غادي تمشي دابا في هذه اللحظات هي اللي هزها الشرطي اللي قام بعملية انتحار على حسب المعطيات اللي توصلنا بها الآن. المشاركة أنا شفت فيه أن واحد الشرطي هنا بمدينة أزمور هنا بتجزئة جنان أزمور كيف ما كيتسمى في هذا المكان وفي هذه المنطقة، في هذه السيارة ديال نقل الأموات المشاركة أنا شفت فيه غادية بالجثة ديال هذا الشرطي اللي انتحر بتيرة في راسه كيف ما كنقولوا عبر مسدس اللي غادى سيارة الإسعاف ولا سيارة نقل الأموات في اتجاه المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة. على حسب البلاغ مشاهدينا قناة شوف تيفي اللي توصلنا به الآن لمديرية الأمن الوطني بمدينة الجديدة، فتح بحث قضائي لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته بعدما تورط في محاولة للقتل عنه. فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء اليوم السبت، وذلك لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العام. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها بجروح متفاوتة الخطورة بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته بحكم وظيفتي، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي. وقد تم إيداء جثة الشرطي الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في وقت تجري فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة مدعومة بتقني مسرح الجريمة الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، هذا كان بلاغ للمدير العام للأمن الوطني. كيف ما كنشوف في هذه اللحظات سيتم نقل السيارة ديال السيد اللي كان انتحر داخل السيارة ديالو عبر مسدس الوظيفي ديالو، عبر في هذه اللحظات كيهزوا السيارة ديالو اللي مات فيها اللي تيرة في راسو فيها، كيهزوها في هذه اللحظات عبر بيطاناج باش يديها للمرأب. أعيد البلاغ مشاهدي قناة شوف تيفي، البلاغ الجديدة
وفتح بحث قضائي لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته بعدما تورط في محاولة للقتل العمد. فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء اليوم السبت، وذلك لتحديد أسباب وخلفيات إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد. وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد أقدم ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها بجروح متفاوتة الخطورة بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي. الموضوع رهن إشارته بحكم وظيفته، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي. وقد تم إيداع جثة الشرطي الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في وقت تجري فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة مدعومة لتقنيي مسرح الجريمة الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. لتذكر فقط مشاهدة قناة شوف تيفي، احنا الآن مباشرة من مدينة أزمور، كيف ما كنشوفوا مشاهدة قناة شوف تيفي اللحظة اللي كيتم فيها نقل السيارة، هي هذه السيارة اللي كان فيها الشرطي الممتاز اللي وضع حد للحياة دياله للانتحاب عبر مسدس عبر سلاحه الوظيفي. الشرطي الممتاز كيف ما كنشوف في هذه اللحظات مشاهدة قناة شوف تيفي كيتم حمل ولا جر السيارة عبر سيارة الديباناج. للتذكير فقط مشاهدة قناة شوف تيفي هنا كيتواجدوا جميع رجال الأمن الوطني بجميع الأصناف ديالهم والأشكال ديالهم، رفقة باشا المدينة، رفقة أعوان السلطة، السلطات المحلية، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، يعني الناس كلهم في هذه اللحظات، للعائلة ديال الهالك، للعائلة ديال هذا السيد اللي توفى اللي وضع الحد للحياة ديالو، ولا الأهل والأقارب والأصدقاء كلهم مصدومين كيقولوا علاش كيفاش شنو السبب اللي خلى أنه يرتكب هذا الحادث. بطبيعة الحال البحث راه ساري المفعول ديالو عبر الجهاز الأمني، من طبيعة الحال راه فاتحين بحث قضائي باش يعرفوا الأسباب والملابسات اللي خلات أن هذا السيد وضع الحد للحياة ديالو عبر سلاحه الوظيفي. بطبيعة الحال المشاهدة قناة شوف تيفي كيف ما كنشوفوا حتى الساكنة كلهم خارجين في هذه اللحظات هنا بتجزئة الجنان أزمور مدينة أزمور بعد ما أنه صوب رصاصتين السيد اللي انتحر، بعد ما أنه صوب رصاصتين حسب البلاغ ديال المديرية العامة الأمن الوطني صوب رصاصتين ل بطبيعة الحال لولا الألطاف الإلهية أن هاد جوج الشقيقة والسيدة السيدة والشقيقة ديالها الشقيقة ديالها بطبيعة الحال لولا الألطاف الإلهية كانوا غيكونوا تا هما جثة هامدة بمدينة الجديدة. بطبيعة الحال صوب رصاصتين وانطلق هنا جل هنايا لمدينة أزمور، فإذا بأنه كيوضع الحد للحياة ديالو داخل السيارة باش تيرى في راسو وأصبح جثة هامدة. الناس كلها مصدومة مشاهدة قناة شوف تيفي في هذه اللحظات. الله يرحمه من خلال هذا البث المباشر كنقول الله يرحمه، يعني مشاهدة قناة شوف تيفي الناس كلهم ما كانوش متوقعين هذا الحدث غيوقع، يعني غادي يكون مدينة الجديدة غادي يجبد السلاح ديالو الوظيفي غادي يتيري جوج قرطاسات غادي يصيد اللي من خلال هاد جوج رصاصتين أصاب سيدة والشقيقة ديالها وانطلق عبر سيارته لمدينة أزمور وضع حد للحياة ديالو داخل السيارة ديالو بسلاحه الوظيفي تيرى في راسو وتوفى في الحين. كيف ما كنشوفوا مشاهدة قناة شوف تيفي الناس كلهم مصدومين في هذه اللحظات بعد ما خرجوا الجثة ونزلوا عبر سيارة نقل الأموات.